السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا كده للخطوة الثانية في خطوات الريسبيريشن. كنا عرفنا ان الريسبيريشن بيمر معنا بثلاث خطوات او اربع خطوات. الخطوة الاولى اللي هي انتهينا منها خطوة البلمونري فنتيليشن، وهي كيف ينتقل الهواء من الاتموسفير الى داخل اللنج. وعرفنا فيها ازاي بيحصل انسبيريشن، ازاي بيحصل اكسبيريشن، والالاستيك ريكويل اللي في اللنج او الالاستيك بروبرتيز اللي فيها، وازاي بنتغلب على الكومبلاينس وورك وعلى السيرف ستنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولاي. وتعرفنا على الفوليومز والكاباسيتيز وعلى الايروي ريزيستنس. فكل المواضيع اللي فاتت كانت تخص الخطوه الاولى في الريسبيريشن وهي خطوه الفنتيليشن. الخطوه الثانيه وهي خطوه الديفيوجن اللي هيبدا فيها بعد ما الهواء وصل للالفيولاي، هيبدا ينتقل الهواء من او الاكسجين من الالفيولاي الى الدم، والسي او 2 من الدم الى الالفيولاي. يبقى دي الخطوه الثانيه في التنفس وهي جاز ديفيوجن. هنا هنناقش كيف يحدث الجاز ديفيوجن اللي بيخلي الاكسجين هو اللي يعدي من اللنج للدم، والسي او 2 يعدي من الدم الى اللنج. ليه ما بيحصلش العكس، او ليه الاثنين ما بيحصلوش من اللنج للدم او العكس؟ هل العمليه اكتف بروسيس؟ لا، الواقع انها عمليه باسيف. يبقى الجاز اكستشينج او ديفيوجن، طبعا من الاسم ديفيوجن وده يوحي انها باسيف بروسيس. بيحصل جاز اكستشينج بين الجازس اللي في اللنج الفيولاي مع الجازس اللي في الفينوس بلود الموجود حاليا في الكابيلاريز اراوند الالفيولاي. طبعا عارفين بالمونري ارتري بيحمل دم دي اوكسجينيتد من التيشوز، فبينتقل الاكسجين من الالفيولاي للدم، لان الاكسجين تنشن او البارشال بريشر اوف اوكسجين اللي بنختصرها الى بي او 2 في الالفيولاي اعلى من الاكسجين تنشن اللي في الفينوس بلود. الاكسجين تنشن في الالفيولاي حوالي 100 مليمتر ميركري، وفي الفينوس بلاد 40 مليمتر ميركري. فبينتقل الاكسجين من بريشر اعلى الى بريشر اقل. موضوع البارشال بريشر يعني هنا ممكن نعتبره هو تعبير عن الكونسنتريشن اوف ذا جاز، يعني اي جاز دايب في ميديا معينه بيعبر عن تركيزه بالبارشال بريشر. فهنا يعتبر ضغط الاكسجين 100 تعبيرا عن ان تركيزه عالي، وضغط الاكسجين 40 في الفينوس بلاد، فبينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. طيب هينتقل لغايه امتى؟ هينتقل لغايه ما يتساوى الاكسجين تنشن في الاثنين، او لغايه ما يحصل ارتيريلايزيشن للدم. يعني الدم الفينوس اللي داخل ببي او 2 40 ينتقل ليه اكسجين من الالفيولاي لغايه ما يرفع البي او 2 في الفينوس بلاد الى 100، يصبح مساوي للبي او 2 في الالفيولاي. فكده البي او 2 في الارتيريال بلاد هيساوي البي او 2 في الالفيولاي. دخل ب 40 فضل يزيد لغايه 100 مليمتر ميركري. طيب بالنسبه للسي او 2، لا، البي سي او 2 في الفينوس بلاد اعلى 46 مليمتر ميركري، وفي الالفيولاي منخفض حوالي 40. فبينتقل من البريشر الاعلى من الفينوس بلاد الى الالفيولاي. لغايه امتى؟ لغايه ما يتساوى التركيزين مع بعض، لغايه ما يصبح البي او 2 في البلاد 40 مساوي للبي سي او 2 في الالفيولاي بالشكل ده. لو معانا ادي الالفيولس، البي او 2 في الالفيولاي 100 مليمتر ميركري، والبي او 2 في الدم حوالي 40 مليمتر ميركري. فهينتقل الاكسجين من الالفيولاي الى الدم، ويرفع البي او 2 من 40 الى 100. يبقى الدم دخل من هنا ببي او 2 40، هيعدي على الالفيولاي، هيطلع من الناحيه الثانيه ببي او 2 100، اللي كده هيصبح ارتيريال بلاد. يبقى البي او 2 في الارتيريال بلاد مساوي للبي او 2 في الالفيولاي، والسي او 2 في الفينوس بلاد 46، وفي الالفيولاي 40.
برضو هيفضل يعدي السي او 2 من الفينس بلاد الى الالفيولاي، فيبدا ينخفض السي او 2 الى ان يصبح البي سي او 2 في الدم 40 مساوي للبي سي او 2 في الالفيولاي. طبعا الارقام هنا في الالفيولاي ثابته، البي او 2 مش هيتغير عن 100، البي سي او 2 مش هيتغير عن 40. فبيدخل الدم لغايه ما يحصل ايكوليبريم بين الدم وما بين الالفيولاي. ما ننساش ارقام الارتيريال بلاد هي نفس ارقام الالفيولاي، يعني البي او 2 في الارتيريال بلاد 100 والبي او 2 والبي سي او 2 في الارتيريال بلاد 40. طبعا ده الدم كده اصبح ارتيريال، هيبدا يوصل الى التيشوز، وهناك عند التيشوز ارقام التيشوز هي ارقام الفينس بلاد، هيبدا ينتقل الاكسجين من الدم الى التيشوز، لان البي او 2 في الدم في الارتيريال بلاد 100 والبي او 2 في التيشوز 40، فهينتقل من الدم من الارتيريال بلاد الى التيشوز الى ان يصبح البي او 2 في الدم 40 يتحول الى فينس بلاد. ونفس القصه للسي او 2 في الارتيريال بلاد 40 والسي او 2 في التيشوز 46، فهينتقل السي او 2 من التيشوز الى الدم الى ان يصبح السي او 2 في الدم 46 ملم ميركوري، وكده تحول الى فينس بلاد. طيب يا ترى ات الالفيولاي ايه اللايرز اللي بيعدي من خلالها الجازس من الدم الى الالفيولاي او العكس، اللي بنسميه بالمونري ممبرين. البالمونري ممبرين بيتكون من 6 لايرز، هنبداهم من داخل الالفيولاي. اول لاير هي الفلويد لايننج الالفيولاي مع السيرفاكتنت. اللاير الثانيه وهي الالفيولار ايبيثيليوم، ثم البيزمنت ممبرين اوف ذا الفيولار ايبيثيليوم، وبعد كده الانترستيشيال فلويد اللي ما بين الالفيولاي والدم، ثم البيزمنت ممبرين اللي على الاندوثيليوم اوف بلاد فيزلز، ثم الاندوثيليوم اوف ذا كابيلاريز. عدى من الاندوثيليوم كده وصلنا الى البلازما، يبقى بالشكل ده لو احنا داخل الالفيولاي. فاللاير الاولى هي الفلويد لايننج الالفيولاي مع السيرفاكتنت، بعد كده الايبيثيليوم اوف الالفيولاي، بعد كده في بيزمنت ممبرين، بعد كده انترستيشيال فلويد، بعد كده بيزمنت ممبرين على الاندوثيليوم، وبعد كده رقم 6 الاندوثيليوم نفسه. عدينا من كل اللايرز دي نصل الى البلازما، او هنا اهو لو احنا داخل اللنج اهو، يبقى الفلويد لاير اند سيرفاكتنت، الالفيولار ايبيثيليوم، ثم البيزمنت ممبرين، ثم الانترستيشيال فلويد، ثم بيزمنت ممبرين على الاندوثيليوم، ثم الاندوثيليوم، ثم البلازما. ده بنسميه بالمونري ممبرين. البالمونري ممبرين الثيكنس بتاعه حوالي 500 نانومتر، طبعا فيري ثين. ده في الايه، في الهيلثي هيومن لانج، لان طبعا هنشوف بعد شويه ان لو حصل زياده في الثيكنس طبعا هيؤثر بسلبا على الجاز ديفيوجن. طيب الار بي سيز بدات تدخل من ناحيه وبدات تعمل الجاز اكستشينج مع الالفيولاي لغايه ما هتطلع من الناحيه الثانيه. فبيقول لي هنا ان الار بي سيز ار فولي ساتوريتد وذ اوكسجين افتر ترافيرسينج كوارتر اوف ذا لينس اوف ان الفيولار كابيلاري. الار بي سيز لو قلنا دي المسافه اللي بتعديها اراوند الالفيولاي، هي بعد ربع المسافة بتكون الـ RBCs تحملت بالكامل بالأكسجين. طيب ليه كل المسافة دي؟ ده يعتبر ريزيرف، يعتبر احتياطي، على اعتبار إن ممكن الكاردياك أوتبوت يزيد أو البلاد فلو يزيد، سرعة الدم تزيد زي مع الإكسرسايز. فلو سرعة الدم زادت أو كاردياك أوتبوت زاد وما لحقتش الار بي سيز انها يحصل لها ساتوريشن بالاكسجين في ربع المسافه، يبقى معاها فرصه نص المسافه، ثلاث ارباع المسافه، كل المسافه. فده بيتيح لللنج انها تعمل ساتوريشن بالاكسجين للار بي سيز حتى لو الكاردياك اوتبوت زاد ممكن لاربع اضعاف. اذا كان هي الار بي سيز عايزه ربع المسافه فقط، طب لا، سرعه الدم زادت لغايه اربع اضعاف او كاردياك اوتبوت زاد لغايه اربع اضعاف، تكون قادره الار بي سيز على التشبع بالاكسجين. ولو احنا فاكرين من الكارديوفاسكولار ان الكاردياك ريزيرف اصلا، يعني الشخص الطبيعي كاردياك اوتبوت اتريست 5 لتر،
طيب كاردياك ريزيرف عنده قدرة الهارت يعمل بامبنج لغاية كام لتر؟ ففي الشخص ال نون اثليتيك ممكن يزود لغاية 20 لتر او 25 لتر، يعني لغاية تقريبا 4 اضعاف. يبقى كأنه المسافة اللي اتعملت هي بالظبط زي ايه الزيادة اللي ممكن تحصل في الكاردياك اوتبوت، اتعمل برضو مسافة زيادة كريزيرف احتياطي عشان تضمن الار بي سيز ان يحصل لها فول ساتوريشن بالاكسجين حتى مع الزيادة الماكسيمال في الكاردياك اوتبوت. ما هي الفاكتورز افكتنج ذا ريت اوف جاز ديفيوجن؟ هنا بنتكلم على الريت، معدل الانتشار اللي اتكلمنا عليه من شويه، يعتبر الدايركشن اوف ديفيوجن، على اي اساس هيعدي الاكسجين من الدم لللنج ولا من اللنج للدم. الدايركشن اعتمد على البريشر جريدينت. اما هنا بتكلم على ريت، معدل كميه من الغاز هتعدي. اول فاكتور هو بريشر جريدينت الدلتا بي. كل ما يكون البريشر جريدينت اكبر كل ما معدل الديفيوجن هيكون اكبر، يبقى تناسب طردي. وده ممكن يحصل زياده في البريشر جريدينت بالنسبه للاكسجين، زي لو واحد عمل اكسرسايز، اثناء الاكسرسايز مع الهايبر فنتيليشن اللي بيحصل ممكن البي او 2 في الالفيولر اير يتخطى ال 100 مليمتر ميركري، والبي او 2 في الفينس بلاد يصبح اقل من 40 بسبب الاكسجين كونسومشن باي تيشوز باي ماسلز. يبقى كده لو افترضنا مثلا بي او 2 في الالفيولاي اصبح 120 والبي او 2 في الفينس بلاد اصبح 20، يبقى كده الدلتا بي اصبحت 100. لكن في العادي كان ايه من غير اكسرسايز كان البي او 2 100 في الالفيولاي وكان 40 في الفينس بلاد، يعني الدلتا بي حوالي 60. فلا، كل ما البريشر جريدينت يزيد كل ما معدل الديفيوجن هيزيد. طيب يبقى لو هقارن اكسجين وسي او 2 مين المفترض حسب الفاكتور ده فقط يعدي بكميات اكبر؟ هقول ده البي او 2 100 وهناك 40، يبقى الدلتا بي 60. اما السي او 2 46 في الفينس بلاد و40 فقط في الالفيولا، يعني الدلتا بي 6 فقط. يعني حسب الفاكتور ده المفترض ان معدل الاكسجين ديفيوجن يكون اعلى من معدل السي او 2 ديفيوجن حسب الدلتا بي. ده الفاكتور الاول. طيب قبل ما نخش على الفاكتور الثاني نتعرف بس على معنى بارشال بريشر اوف جاز وازاي نحسبها. البارشال بريشر اوف جاز ده لما يكون جاز ان ميكشر في خليط من غازات اخرى زي الاتموسفير، الهواء الجوي نفسه يعتبر ميكشر اوف جازز. طيب لو انا عايز احسب البي او 2 ضغط الاكسجين في الاتموسفير فقول لي يبقى انت هات التوتال بريشر اوف ذا ميكشر وشوف نسبه الغاز اللي انت عايز تحسب له البارشال بريشر. ف البي او 2 في الاتموسفير يبقى البرسنتج اوف اكسجين في الاتموسفير، اكسجين في الاتموسفير حوالي 21% في التوتال بريشر اوف ذا ميكشر الضغط الجوي اللي هو 760 مليمتر ميركري، هيطلع لي 159 مليمتر ميركري. يبقى البي او 2 في الاتموسفير 159 مليمتر ميركري، لكنه في اللنج مش 159، في اللنج قلنا حوالي 100 او هو في الواقع حوالي 105. لانه البي او 2 في الالفيولاي البرسنتج اوف اكسجين في الالفيولار اير، وهناك مش 21% لا، لان الاكسجين في الالفيولاي كونتينيوسلي ديفيوز من الالفيولاي للدم فيعتبر تركيزه في الالفيولاي منخفض، مش 21% لا، بينخفض لحوالي 15%. والتوتال بريشر اوف ذا ميكشر الضغط الجوي كان 760 بنشيل منه 47 مليمتر ميركري، دي نتيجه الهيوميديفيكيشن اوف اير، الهواء ال 760 ده الدراي اير اللي هو ما فيهوش اي بخار ماء وهو داخل على ريسبيراتوري باسجز بيبدا يحصل له هيوميديفيكيشن يضاف له بخار ماء. شافوا ان بخار الماء اللي بيضاف لغايه 47 مليمتر ميركري،
فبنطرح 47 دي من التوتال بريشر، لان ده 47 بتاع بخار الميه، فيكون الضغط الجوي داخل الالفيولاي 713 ملم ميركوري، وبالتالي البي او 2 في الالفيولاي حوالي 105 ملم ميركوري. البارشال بريشر اوف جاز بيعتمد على النمبر اوف مولكيولز، يعني كانه الكونسنتريشن، كل ما عدد المولكيولز بيزيد كل ما البارشال بريشر هيزيد، ويعتمد على التمبريتشر ايضا، كل ما التمبريتشر تزيد كل ما البارشال بريشر هيزيد، لان حركه الجزيئات بتزيد مع زياده التمبريتشر. معانا هنا معلومه مهمه، انه ليه ربنا خلق لنا الاكسجين في الاتموسفير 21%؟ ليه ما تخلقش ان كل الاتموسفير اكسجين؟ يعني اذا كان الاكسجين ده غاز الحياه وغاز مهم للتنفس وللانرجي، فليه ما تخلقش كل الاتموسفير اكسجين؟ ليه 21%؟ فهنا بنشوف انه ال 21% هي المناسبه، وان زياده الاكسجين عن النورمال خطر. لو واحد اتنفس 100% اكسجين بنفس الضغط الجوي المعتاد 760 ملم ميركوري، ايه اللي هيحصل لو فضل عليه اكتر من 8 ساعات؟ زي في المستشفيات لو عيان على اكسجين، لو اتحط عليه لاكتر من 8 ساعات بيبدا يحصل له تريكيو برونكيال اريتيشن. يبقى الاكسجين يعتبر غاز اريتنت، يعتبر اريتنت، بيعمل تراكيو برونكيال اريتيشن، يبقى كان لازم يكون مخفف ل 21% عشان ما يعملش الاريتيشن ده للتراكيه والبرونكاي. عمل سبسترنال ستريس زي الم تحت الاسترنال، عمل نيزل كونديشن احتقان في الانف، وثور ثروت احتقان في الزور، وده يترتب عليه كافينج، ده لو كان 100% اكسجين لمده ايه اكتر من 8 ساعات. طيب فضل عليه يوم او يومين، لا ده ممكن يؤدي الى لانج دامج. تخيلوا كده اكسجين 100% يوم او يومين يعمل لانج دامج. لكن بنضطر احيانا واحد عنده لانج ديزيز واللانج الاكسجين مش عارف يعدي، مش عارف يوصل للدم، فاذا كان بالبي او 2 100 مش عارف يعدي، بنضطر نرفع البي او 2 في الالفيولاي. طب ازاي نرفع البي او 2 في الالفيولاي؟ يا اما ارفع نسبه الاكسجين، يا اما ارفع الضغط، يا اما اعمل الاثنين. يبقى عشان ارفع البي او 2، وان البي او 2 عباره عن البرسنتج اوف ذا جاز ان ذا ميكشر وفي التوتال بريشر، يبقى يا اما ارفع البرسنتج اوف ذا جاز، يا اما ارفع التوتال بريشر، يا اما اعمل الاثنين. يبقى دي اول خطوه عملناها، واحد عنده لانج ديزيز والاكسجين مش عارف يعدي من اللانج بتاعته، يبقى اول خطوه ارفع البرسنتج اوف اكسجين، بدل ما 21% من الاتموسفير نرفع ل 100% اكسجين. تحسنت امور العيان؟ تمام. ما تحسنتش امور العيان، ممكن نضطر ندي ال 100% اكسجين وكمان ببريشر اعلى من الاتموسفيريك بريشر اللي بنسميه هايبرباريك اكسجين. يبقى مين هو الهايبرباريك اكسجين؟ هو ال 100% اكسجين بهاي اتموسفيريك بريشر، باعلى من الاتموسفيريك بريشر. طيب طبعا ده عرضه اكبر انه يعمل نفس الاعراض السابقه اللي قلنا عليها، تراكيو برونكيال اريتيشن وسور ثروت ونيزل كونديشن ولانج دامج، بس هتحصل في زمن اقل، يبقى اكسلريت البريفيوس سيمبتومز، وكمان هيعمل ثيكنينج اوف ريسبيراتوري ميمبرين اللي هو البلمونري ميمبرين اللي بيعدي من خلاله الجازس، كان اللانج عايزه تمنع مرور الاكسجين بسبب ضغطه العالي ده، ويقل تصنيع السيرفاكتنت. هيؤدي ايضا زياده الاكسجين الى ريترولينتال فايبروبليزيا في العين، يبدا يحصل في العين فورميشن اوف اوبيك تيشو في اللينس، ريترولينتال يعني خلف اللينس بتاعت العين، يحصل تكوين لفايبرس تيشو ويبدا يخلي الضوء مش عارف يعدي، وبالتالي ممكن يعمى. طب ده على العين، على السي ان اس ممكن يؤدي الى اريتيشن، فيبدا يحصل ماسل تويتشز، بيحصل رينجينج اوف ايرز، يبقى عمال يسمع صوت رنين او صفاره او كده، يبقى في دوشه سامعها في ودانه، ديزنس، يحصل دوخه، كونفالجنز، تشنجات، وفي النهايه تصل لكوما. فاحنا لو مضطرين ندي عيان هايبرباريك اوكسجين يبقى ما نطولش عن 5 ساعات،
وما نزودش البريشر عن 3 اضعاف الاتموسفيريك بريشر. تاني فاكتور وهو السيرفيس اريا اوف بالمونري ممبرين. كل ما السيرفيس اريا تكون اكبر كل ما معدل الديفيوجن هيزيد، يبقى ده تناسب طردي ايضا. يبقى الفاكتور اللي فات بريشر جريديان تناسب طردي، سيرفيس اريا ايضا تناسب طردي. طيب كم التوتال سيرفيس اريا في الالفيولاي لو فردنا كل الالفيولاي جنب بعض على مساحه؟ هتملى مساحه 70 متر مربع اللي هي مساحه ملعب تنس. ده التو لانجز مع بعض. طب السيرفيس اريا دي ممكن تقل مع لانج ديزيزز او مع نيموثوركس حصل كولابس لوان لانج، يبقى في مساحه من اللانج حصل لها كولابس ما فيش فيها جاز اكستشينج، يبقى هنشتغل على المساحه المتبقيه، يبقى معدل الجاز ديفيوجن هيقل. بالمونري امبوليزم يبقى برضو مكان من اللنج ما وصلوش بلاد، اذا ما فيش هناك جاز اكستشينج، يبقى السيرفيس اريا المتاحه للاكستشينج هتقل. كذلك ان اولد ايج، ان اولد ايج تقريبا كل الاكتيفيتيز بتقل، يبقى السيرفيس اريا اوف اللنج الفيولاي تملى مساحه ملعب تنس. ثالث فاكتور هو الثيكنس اوف بالمونري ممبرين، وهنا تناسب عكسي. كل ما الثيكنس يزيد كل ما معدل الجاز ديفيوجن يقل. طب ايه اللي يخلي الثيكنس يزيد ايضا؟ لانج ديزيز زي لانج ايديما، حصل رشح الميه داخل الالفيولاي، يبقى كده في لاير اضافيه اضيفت على بالمونري ممبرين فيقل الجاز ديفيوجن، ممكن يختنق واحد بسبب اللانج ايديما. بالمونري فايبروزيس تليف في الرئتين، يبقى اضاف فايبرس تيشو على الست لايرز اللي قلنا عليهم فيبدا يقل الجاز ديفيوجن، ويبدا يعاني البني ادم ده من هايبوكسيا ومن زياده في السي او 2 في الدم، لان الغازات مش عارفه تعدي من الفايبروز دي لانج. يعتمد على الموليكولار ويت اوف ذا جاز، كل ما حجم الغاز يزيد كل ما معدل الديفيوجن يقل. طيب مين اكبر حجما، اكسجين ولا سي او 2؟ اكيد السي او 2، لان السي او 2 فيها الاكسجين او 2 فيها الاو 2 تمام، ويزيد عليهم كربون، يبقى بديهي انه السي او 2 اكبر من الاكسجين حجما. يبقى الفاكتور ده في مصلحه السي او 2 ولا في مصلحه الاكسجين؟ ايضا في مصلحه الاكسجين، الاكسجين حجمه اصغر اذا يمر اسهل، فكان المفترض ان الاكسجين يعدي احسن من السي او 2 حسب الفاكتور ده لوحده 1.2 مره اكتر من السي او 2. يبقى كده الفاكتور الاول الدلتا بي في مصلحه الاكسجين، والفاكتور الثاني والثالث سيرفيس اريا والثيكنس في مصلحه الاثنين، زاد الثيكنس زاد على الاثنين، زاد السيرفيس اريا زادت للاثنين. اما الفاكتور الرابع برضه في مصلحه الاكسجين، يبقى كده حتى الان الامور في مصلحه الاكسجين. لكن الفاكتور الخامس وده اللي في مصلحه السي او 2 السوليابيليتي اوف ذا جاز، يتناسب الريت اوف جاز ديفيوجن طرديا مع اتس ووتر سوليابيليتي. ولو شفنا اللاير الرابعه في البلمونري ممبرين وهو الانترستيشيال فلويد، ده اللي بيمثل اللاير اللي بتسهل عمليه السي او 2 ديفيوجن، واللي خلت السي او 2 ديفيوجن احسن من الاكسجين ديفيوجن. يعني هنا لو شفنا اللي بيسموها ديفيوجن كوفيشنت، ديفيوجن كوفيشنت او معامل الديفيوجن وهو الفوليوم اوف جاز ذات ديفيوز ثرو ذا ميمبرين each minute for a pressure difference of 1 مليمتر mercury. بمعنى هناخد بالمونري ممبرين وهنثبت كل الفاكتورز اللي فاتت، سيرفيس اريا واحده، ثيكنس واحد، بريشر جريدينت هخليه برضو 1 مليمتر mercury، لكن طبعا انا مش هقدر العب في السوليابيليتي ولا في الموليكولار ويت، يبقى انا معايا اكسجين ومعايا سي او 2، وفرت لهم نفس الظروف من ناحيه ثيكنس اوف ذا ميمبرين وسيرفيس اريا، واللي انا ممكن اتحكم فيه بريشر جريدينت، وفرت للاثنين نفس البريشر جريدينت 1 مليمتر ميركري.
بدأنا نتابع نشوف مين يعدي أحسن خلال 1 minute. هل الأكسجين هيعدي أحسن لأن حجمه أصغر؟ ناخد بالنا أنا مثبت البريشر جريدينت، يبقى هنا اللي في مصلحة الأكسجين هو أن حجمه أصغر، فهل الأكسجين هيعدي أحسن لأن حجمه أصغر ولا السي أو 2 هيعدي أحسن لأنه مور سوليبل إن ووتر؟ هنشوف. فلقيوا أن الأكسجين عدى منه 21 مللي بير مينت لكل مليمتر ميركري. أنا مثبت 1 مليمتر ميركري، عدى من الأكسجين 21 مللي، عدى من السي أو 2 22 ضعف الرقم، يعني في حدود 400 مللي. سي أو 2 عدى أحسن ب 22 ضعف عن الأكسجين. يبقى الفاكتور الأكبر والأهم هو السوليابيليتي، ونلاحظ بيها أن اللنج مصممة للتخلص من السي أو 2 أكتر ما أنها مصممة لتوفير الأكسجين، لأن الإنسان يتحمل أنه يعيش في هايبوكسيا، ولا يتحمل الإنسان أن يعيش في زيادة سي أو 2. لكن في النهاية يعتبر في بالانس، يعني السي أو 2 بيعدي أحسن من الأكسجين لأنه مور سوليابل حتى مع وجود موليكولار ويت أصغر للأكسجين، لكن اللي في مصلحة الأكسجين أنه بيعدي ببريشر جريدينت أعلى من ضغط 100 لضغط 40. فإذا في الآخر في إلى حد ما اتزان ما بين الديفيوجن أوف أكسجين والديفيوجن أوف سي أو 2، لكن لو وفرنا للاتنين نفس الظروف سي أو 2 هيعدي أحسن من الأكسجين. فمعانا بيعدي من الأكسجين حوالي 250 مللي بير مينت، ويعدي من السي أو 2 حوالي 200 مللي بير مينت، يعني إلى حد ما في اتزان بسبب الدلتا بي العالية للأكسجين. يبقى زي ما في فاكتورز في مصلحة السي أو 2 في فاكتور في مصلحة الأكسجين، وفي الآخر إلى حد ما في اتزان بين الاتنين. لكن مع وجود بالمونري ديزيز، زيادة في الثيكنس أو نقص في السيرفيس أريا، فلأن السي أو 2 بيعدي أسهل من البلمونري ميمبرين، فهيظل حتى مع لانج ديزيز مرور السي أو 2 شغال، واللي هيتأثر أولا هو الديفيوجن أوف أكسجين. فألاقي إيرلي إن لانج ديزيزز بيحصل أولا هايبوكسيا، نقص أكسجين فقط بدون ما يرتفع السي أو 2، وده اللي بنسميها ريسبيراتوري فيلير تايب 1. يبقى لو كان العيان بيعاني من هايبوكسيا فقط وما زال عنده نورمال سي أو 2، هقوله يبقى اللانج ديزيز اللي عنده إحنا لسه في المرحلة الأولى من الريسبيراتوري فيلير، اللي هو تأثر مرور الأكسجين، لكن لسه إلى الآن لم يتأثر مرور السي أو 2. لكن طبعا مع الأدفانس أوف بالمونري ديزيز بيبدأ حتى السي أو 2 ديفيوجن يقل، ويبدأ يتراكم السي أو 2 في الدم، ويحصل هايبوكسيا مع هايبر كابنيا، وهنا بنسميه ريسبيراتوري فيلير تايب 2. معنا بعد كده البلمونري سيركيوليشن. كل ما ينطبق على السيستميك سيركيوليشن هينطبق ايضا على البلمونري سيركيوليشن مع بعض الاختلافات. اول اختلاف هو البلد بريشر. البلد بريشر في السيستميك سيركيوليشن بيكون حوالي 120 مليمتر ميركري في السيستول وحوالي 80 في الدياستول، لكن البريشر في البلمونري سيركيوليشن اقل من السيستميك سيركيوليشن، بيكون الضغط في البلمونري ارتري حوالي 25/10. تاني شيء هو الفاسكولار ريزيستنس. عارفين ان في تناسب طردي ما بين الريزيستنس والبريشر، فلو في ريزيستنس عاليه يبقى في بريشر عالي، فالبريفرال ريزيستنس في السيستميك سيركيوليشن اعلى من البلمونري سيركيوليشن، وهي احد الاسباب في ان يكون الضغط في البلمونري منخفض. قيمه البريفرال ريزيستنس في البلمونري سيركيوليشن حوالي سوتس قيمتها في السيستميك سيركيوليشن. احنا عارفين ان الريزيستنس بتتناسب مع اللينس، معروف طبعا سيستميك سيركيوليشن طول البلاد فيزلز فيها اطول من البلمونري فيزلز، لان البلمونري يدوب من الهارت على اللنج مسافه بسيطه غير السيستميك اللي واخده كل الجسم. يبقى ده من ناحيه اللينس. والعامل الاهم هو الدايمتر او الراديوس، فالبلمونري فيزلز اوسع من السيستميك فيزلز، يبقى الارتري في البلمونري اوسع من الارتري في السيستميك سيركيوليشن، الارتريول في البلمونري سيركيوليشن اوسع من الارتريولز بتاعه السيستميك سيركيوليشن. بتتاثر الريزيستنس في البلمونري سيركيوليشن
باللونج فوليوم، فبيكون اقل ريزيستنس في البلمونري فيزلز ات الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. نشوف على الرسم ده الفاسكولار ريزيستنس بتكون اقل ما يمكن عند القيمة دي اللي هي at the functional residual capacity. يعني ايه؟ يعني عند حجم اللنج بنهاية النورمال اكسبيريشن. لما اعمل انسبيريشن بعدين اعمل اكسبيريشن نورمال اكسبيريشن، حجم اللنج حاليا هو ده الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي واللي فيه اقل فاسكولار ريزيستنس في البلمونري. لو بدا يزيد اللنج فوليوم في هذا الاتجاه يعني كده بعمل انسبيريشن، هتبدا الريزيستنس تزيد وهتوصل للماكسيمال ات التوتال لنج كاباسيتي لما املى اللنج على اخرها بالهواء. ليه بتزيد الريزيستنس اثناء الانسبيريشن؟ لان اثناء الانسبيريشن بتنتفخ الالفيولاي وبتبدا تعمل كومبريشن على الكابيلاريز اللي معديه وسط الالفيولاي الى ان يتم الكومبريشن الكامل عليها وتصل الريزيستنس الى اعلى ما يكون لما تمتلئ الالفيولاي على اخرها ات التوتال لنج كاباسيتي. طب ليه لما تقل حجم اللنج لما اعمل فورسد اكسبيريشن ليه بتعلى الريزيستنس مره اخرى رغم ان انا بفضي الالفيولاي من الهواء؟ فهنا لا، سبب زياده الريزيستنس مش السمول كابيلاريز اللي معديه وسط الالفيولاي، لا هنا معتمد على اللارجر بلاد فيزلز، الفيزلز الاكبر شويه اللي مش معديه وسط الالفيولاي، لا الاكسترا الفيولار بلمونري فيزلز، يعني الفيزلز اللي بره او بره الالفيولاي. دي بتفقد التراكشن اللي كان عليها لما اللنج كانت منتفخه الى حد ما بالهواء، كانت شاده الفيزلز اللي بره شويه فواسعه الى حد ما. مع نقص اللنج فوليوم التراكشن اللي كان حاصل على البلمونري فيزلز بيروح وبيقل الدياميتر اوف الاكسترا الفيولار بلمونري فيزلز، وده اللي بيعلي فيها الريزيستنس الى حد ما. ايه العوامل اللي تؤثر على بلمونري بلاد فلو؟ هنا ما ينطبق على السيستميك ينطبق على البلمونري الا شيء وحيد وهو موضوع الهيبوكسيا والهايبركابنيا، زياده السي او2 ونقص الاكسجين. لكن الدايليتورز في السيستميك هم الدايليتورز ايضا في البلمونري، زي الهيستامين، زي البروستاجلاندين، زي نيتريك اوكسايد، زي البارا سيمبازيك ستيموليشن او الاستايل كولين، والكونستريكتور هم نفس الكونستريكتورز الاندوثيلين والادرينالين او النور ادرينالين اللي بيطلع من السمباثيك. لكن الشيء المختلف عن السيستميك هو تاثير الهايبوكسيا والهايبركابنيا. معروف انه نقص الاكسجين او زياده السي او 2 في اي بلاد فيزل في السيستميك بيؤدي الى فازو دايلاتيشن، لان ده بيكون دلاله على الاكتيفيتي في الاورجان اللي سبلايد بهذه الفيزلز. اورجان اكتيف هيروح ساحب الاكسجين من الفيزلز ويضيف عليهم سي او 2، فالسي ان اس بيروح على طول يرد على الفيزل دي انها تعمل فازو دايلاتيشن عشان يدفع دم اكتر للاكتيف اورجان. وحتى بدون السي ان اس هي شيء لوكال، اي بلاد فيزل يزيد فيه السي او 2 ويقل فيه الاكسجين حتى من غير ريفلكس بيعمل فازو دايلاتيشن، الا في البلمونري يعمل العكس، يعمل فازو كونستريكشن. لان كان في السيستميك دي علامه على الاكتيفيتي في الاورجان، هنا العكس، هنا البلاد فيزلز رايحه لللنج مش تديها اكسجين، ده رايحه تاخد منها اكسجين، رايحه تتخلص من السي او 2. فكون ان البلمونري فيزل اصبح فيه اكسجين منخفض يبقى اكيد الالفيولاي ما ادتلوش اكسجين. في سي او 2 عالي في البلمونري فيزلز يبقى ما عرفش يتخلص من السي او 2، يبقى دي معناها انها نون فانكشنينج الفيولاي، فيروح السي ان اس يرد على البلمونري فيزلز انها تعمل فازو كونستريكشن عشان يمنع الدم انه يروح للنون فانكشنينج الفيولاي او البورلي فنتليتد الفيولاي وانه يروح على الفانكشنينج الفيولاي. وده اللي تفسر بيها ان ليه مع الكرونيك هايبوكسيا بيحصل بلمونري هايبرتنشن. معنا موضوع تاني وهو الـ Ventilation Perfusion Ratio أو الـ VQ Ratio، هو عبارة عن نسبة ما بين الـ Alveolar Ventilation كمية الهواء اللي وصلت الـ Alveoli
والبرفيوجن او البلاد فلو اللي وصل الى البلمونري فيزلز اراوند الالفيولاي. يعني عايز اشوف النسبه والتناسب ما بين الهواء والدم اللي وصلوا الالفيولاي، هل في ماتشنج، هل في تناسب بين الاثنين، ولا هواء وصل اكتر ولا الدم اللي وصل اكتر. الفنتيليشن طبعا واخد رمز V، اما برفيوجن ما اخدش رمز B، ادوله رمز Q، ما اخدش رمز B لان دي تعتبر اختصارات عالمية ومعروفة انه ال V على B هي فوليوم على بريشر، فما ينفعش هنا اقول V على B لانها هتتفهم انها فوليوم على بريشر. طيب البرفيوجن بما انه بلاد فلو، بلاد فلو عموما واخد رمز Q، ده مصطلح عالمي، بلاد فلو رمزه Q، فventilation perfusion ratio هو V على Q أو VQ ratio. كم النورمال VQ ratio؟ الالفيولار فنتليشن خدنا الالفيولار فنتليشن كمية الهواء اللي وصلت الالفيولاي in one minute كان 4200 لو نفتكر، فيعني في حدود 4 لتر بير مينت. طب والبرفيوجن كامل بلاد فلو اللي وصل للالفيولاي هو نفس الكاردياك اوتبوت، لان الدم اللي رايح لللنج هو كل الكاردياك اوتبوت من الرايت فنتريكل، فده حوالي 5 لتر بير مينت. يبقى اذا النورمال في كيو ريشيو 4 على 5 يبقى 8 من 10، طبعا ملهاش تمييز لان ده ريشيو نسبه، ده النورمال. ايه تأثير الجرافيتي على الـ VQ ratio؟ لو واحد in supine position نايم على ظهره، هيبقى تأثير الجرافيتي على كل مكان في اللنج متساوي، وبالتالي الـ VQ ratio هتكون في كل مكان هي هي. لكن أثناء الستاندينج هيبدأ بوزن اللنج وبتأثير الجرافيتي هتبدأ اللنج تنزل لتحت. عارفين اللنج حواليها بلورة، برايتال بلورة اتاتشد للشستول وفيسرال بلورة اتاتشد لللنج. لما اللنج تنزل لتحت هيبدأ عند الابيكال بارت هنا اللنج هتنزل لتحت، وطبعا البرايتال بلورة اتاتشد للشستول، فالنيجاتيفيتي اوف انترا بلورة البريشر عند الابيكال الفيولاي هتزيد تصبح مور نيجاتيف، ولما تصبح مور نيجاتيف هتخلي الالفيولاي اللي هنا ديستندد باي اير، مش عارفه تفضي الهواء كويس، بخلاف ال عند البيزل بارت اوف ذا لانج، لانج نزلت لتحت فتقترب الفيسرال باللورا من البرايتال باللورا ويقل النيجاتيفيتي اوف انترا باللورا البريشر، فالالفيولاي اللي من تحت بتعرف تفضي الهواء كويس وتملى هواء كويس، غير اللي في الابيكال اللي هي منتفخه دايما بالهواء مش عارفه تفضي الهواء كويس. يبقى بتأثير الجرافيتي هنقسم اللنج إلى 3 زونز، الزون الأولى عند الأبيكس، والزون الثانية في المنتصف، والزون الثالثة عند البيز. زي ما قلنا كده إنه بتأثير الجرافيتي ووزن اللنج بتنزل لتحت، وبيكون النيجاتيفيتي أوف إنترا بلورال بريشر عند الأبيكال بارت أوف ذا لنج بينخفض إلى سالب 10 مليمتر ميركري، وده بيخلي أثناء الإكسبيريشن الألفيولاي في الأبيكس مش عارفة تفضي، منتفخة مشدودة، بخلاف الالفيولاي في اللور بارت اللي بتعمل ديفليشن بسهولة، وبالتالي أثناء الانسبيريشن برضو الالفيولاي في الابيكس اللي عرفت تفضي الهواء كويس أثناء اكسبيريشن هتملى الهواء كويس أثناء الانسبيريشن. يبقى اتأثر الفنتيليشن ازاي؟ حاول الفنتيليشن أصبح في اللور بارت أفضل، أما في الأبر بارت أوف ذا لونج لا، الفنتيليشن بيقل، الفيولاي منتفخة، الهواء لا عارف يطلع ولا عارف يدخل بسبب النيجاتيفيتي العالية في الانترا بلورال بريشر حواليها، بخلاف البيزال بارت اوف ذا لانج اللي الالفيولاي بتفضي الهواء كويس وتملى هواء كويس، فهي بيتر فنتليتد اللي في البيزال بارت اوف ذا لانج. طب البرفيوجن البلاد فلو، لما اقول في ارتري دخل على اللانج وتفرع فرعين، فرع رايح للابيكال وفرع رايح للبيزال، بتأثير الجرافيتي اغلب الدم هينزل لتحت الى البيزل، يبقى ايضا بتاثير الجرافيتي البرفيوجن هيبقى اكتر على اللور بارت،
يبقى اذا بتاثير الجرافيتي الاثنين الفنتيليشن والبرفيوجن اصبح اكتر على اللور بارت، والابر بارت او الابيكال بارت بورلي فنتيليتد وبورلي برفيوزد. فده هيترتب عليه. هنقسم اللنج الى 3 زونز. الزون الاولى عند الابيكس. في الزون الاولى فيها الالفيولار بريشر مرتفع لان الالفيولاي منتفخه بالهواء ومش عارفه تفضي الهواء اللي فيها، ففيها الالفيولار بريشر اعلى من الارتيريال بريشر وهو اعلى من الفينس بريشر. طبعا معروف لازم الارتيريال اعلى من الفينس، ده مفيش فيها كلام. هنا الالفيولار اعلى من الاثنين. هناخد بالنا الثلاثة دول عند الابيكس في الزون واحد، الالفيولار اعلى من الارتيريال اعلى من الفينس. كل ما اتحرك على الزون اللي وراها هاخد الالفيولار للنص، الزون اللي وراها اخد الالفيولار في الاخر عشان حفظهم مش صعب. الاولى الالفيولار بريشر اعلى من الارتيريال اعلى من الفينس. في الحالة دي الالفيولار بريشر عالي ومنتفخ الالفيولاي بالهواء، فبتعمل كومبريشن للبلود فيزلز اللي ماشية ان بتوين الالفيولاي، وده اللي بيخلي البرفيوجن وحش وكذلك الفنتيليشن وحش لان الالفيولاي منتفخه بالهواء مش عارفه تفضيه. فكده سواء الفنتيليشن والبرفيوجن الاثنين ديكريزد، لكن النقص كان اكتر على البرفيوجن. شوف كده على الرسمه هنا، يبقى في الابيكال بارت الفنتيليشن بيقل والبرفيوجن ايضا بيقل، لكن النقص كان اشد على البرفيوجن لان الفيزلز كومبريزد بسبب الالفر بريشر العالي. فاذا رغم نقص الفنتيليشن والبرفيوجن لكن المقام بيقل اكتر، فبيخلي الفي كيو ريشيو تزيد. قد تصل الفي كيو ريشيو في الابيكال بارت الى 3.3، النورمال 8 فقط. هنا رغم نقص الفنتيليشن والبرفيوجن لكن في النهايه الفي كيو ريشيو بتزيد الى 3.3، فنتيليشن 3 اضعاف البرفيوجن. ان اكستريم كيسز لو البرفيوجن يعني هيقل لمستوى انها كومبليتلي كومبريزد كان مفيش برفيوجن اصلا، هنا هيتحول الزون 1 الى ديد سبيس، مفيش بلاد فلو، ففي هواء داخل ما بيعملش جاز اكستشينج لان مفيش بلاد رايح للمكان ده، وبالتالي هتصبح الفيولار ديد سبيس. طالما مفيش جاز اكستشينج حصل يبقى الالفيولاي دي هتحتفظ بالاكسجين داخل الالفيولاي مرتفع زي الاتموسفيريك بي او 2، وهتحتفظ بسي او 2 منخفض لان ما عملتش جاز اكستشينج. يبقى ان زون 1 الالفيولار بي او 2 هايست والالفيولار بي سي او 2 ذا لوست، والارقام بتاعتهم تقترب من الارقام بتاعه الاتموسفير لان ما حصلش جاز اكستشينج لانها اصبحت ديد سبيس. من المعلومه دي عرفنا او فسرنا ليه ميكروب التيبركلوزس بيحب يعيش في الابيكال بارت اوف ذا لانج، لان الابيكال بارت اوف ذا لانج بورلي فنتليتد وبورلي برفيوزد. بورلي فنتليتد الفيولاي منتفخه بالهواء، فيها اكسجين عالي، ما بيحصلوش جاز اكستشينج، والميكروب ده او البكتيريا دي هي عايزه اكسجين تنشن عالي لانها ستريكتلي ايروبيك، ومع نقص البرفيوجن ده بيخليها عايشه بعيدا عن الاميون سيستم وبعيدا عن تاثير الانتيبيوتكس. طيب يا ترى هل بالفعل التغيرات اللي حصلت في الالفيولاي في الابيكال والبيزل هل هو ده تاثير جرافيتي بالفعل؟ فهنا مذكور انه التغيرات دي لوحظت حتى في رواد الفضاء لما وصلوا لانعدام الجاذبيه. وجد ايضا ان في اختلاف بين الابيكال والبيزل الفيولاي، فالواقع ان في اذر فاكتورز هي المتسببه في ده، مش فقط تأثير الجرافيتي. قد يكون جرافيتي ليها دور لكن مش هي الأساس لأنها موجودة حتى في الويتلسنس. الميدل بارت تعتبر إلى حد ما ويل ماتشد، الفنتيليشن والبرفيوجن إلى حد ما متساويين. شوفوا الفير بريشر اللي كان في الأول بناخده حاليا في الزون رقم 2 في النص،
ويظل الارتيريال طبعا اعلى من الفينس. بما ان الارتيريال بريشر اعلى من الالفيولر لكن الالفيولر اعلى من الفينس، فكان الالفيولر ضاغط على الفينس، فاندفاع الدم للالفيولاي في الميدل بارت معتمد على الديفرنس في البريشر ما بين الارتيريال بريشر والالفيولر بريشر. الزون الثالثه في عند البيز بيتر فنتليتد وبيتر بيرفيوزد. هنا نشوف الالفيولر بريشر بيجي في الاخر، ارتيريال ثم فينس ثم الالفيولر. يبقى الالفيولر بريشر بدانا في زون واحد كان هو اللي في الاول، في الزون الثانيه كان هو اللي في النص، في الزون الثالثه كان هو اللي في الاخر. هنا البلاد فلو للالفيولاي عند البيز، بما ان الارتيريال بريشر اعلى من الفينس بريشر فهيعتمد على الديفرنس بين الارتيريال والفينس بريشر. هنا البرفيوجن والفنتيليشن الاثنين بيزيدوا، لكن الزياده كانت في البرفيوجن اكتر من الزياده اللي حصلت في الفنتيليشن، يعني الزياده في المقام اكتر من الزياده في البسط، نشوفها برضو على الرسمه. هنا عند البيز الفنتيليشن زاد والبرفيوجن زاد، لكن ايضا الزياده اكتر في البرفيوجن، المقام زاد اكتر. فلما المقام زاد يبقى قيمه الفي كيو ريشيو هتقل من 8 من 10 تصل ل 6 من 10. يبقى النورمال في كيو ريشيو حوالي 8 من 10 في الابيكال بارت رغم نقص الفنتيليشن والبرفيوجن، لكن قيمه الفي كيو ريشيو زادت ل 3.3 من 10. وفي البيزل بارت اوف ذا لانج رغم زياده الفنتيليشن والبرفيوجن لكن بتقل الفي كيو ريشيو الى 6 من 10. وفي زون رقم 3 فيها اقل بي او 2 وفيها اعلى بي سي او 2 بسبب الجاز اكستشينج اللي بيحصل. الابنورمال في كيو ريشيو او الفي كيو ميس ماتش اللي يخلي يحصل نقص في الفي كيو ريشيو هيكون اما نقص البسط، نقص الفنتيليشن، او زياده البرفيوجن. الواقع ما عندناش امراض تزود برفيوجن، فممكن نقول ان هو بسبب نقص الفنتيليشن حصل انسداد للبرونكس وانقطع الهواء عن مكان معين في اللانج، المكان ده بيوصل له بلد بدون ما يصل للاير. فالمكان ده لو اعتبرت ان الفنتيليشن اصبح زيرو، مفيش هواء خالص داخل، ايا كان كميه الدم اللي داخله هيبقى الفي كيو ريشيو اصبحت بزيرو لان البسط بزيرو. فالمكان ده هيتحول الى ارتيريو فينوس شانت. الدم الفينوس داخل على الكابيلاريز، داخل على الالفيولاي، محمل بسي او 2 منخفض الاكسجين، وهيطلع من الناحيه الثانيه نفس الكلام، هيبقى بي او 2 منخفض زي في الفينز والسي او 2 مرتفع، والالفيولاي اللي هي مسدوده عنها البرونكاي والهواء اتحبس فيها خلاص هيستهلك ما فيها من اكسجين ويتراكم فيها السي او 2 الى ان يصبح مساوي للفينوس بلاد. طب ايه اللي يعلي الفي كيو ريشيو؟ يبقى يا اما زياده الفنتيليشن يا اما نقص البرفيوجن. برضه ما عندناش مرض يزود فنتيليشن فهنقول ان هو نقص البرفيوجن، انسد البلمونري فيزل، هنعتبره اتسد الى ان يصبح البرفيوجن بزيرو. يبقى في ايا كان الفنتيليشن بكام على زيرو، اي رقم على زيرو بما لا نهايه، يبقى في الحاله دي في كيو ريشيو بما لا نهايه. في الحاله دي بيتحول الى الفيولار ديد سبيس، مكان داخل له هواء بدون ما يوصل له البلد فما بيحصلش هناك جاز اكستشينج، وبتحتفظ الالفيولاي بالاكسجين العالي والسي او 2 المنخفض زي في الاتموسفيريك اير، زي ما قلنا الكلام ده مع الالفيولاي اللي قات الايبكس. اخيرا هايبوكسيميا، وهي نقص الاكسجين في الدم، قد تكون اسبابه هايبوفنتيليشن او ديكريز الانسبايرد اير في الاتموسفير زي لو واحد عايش في هاي التيتيود، او بور جاز اكستشينج. وان كان ده عشان يحصل صعب شويه لانه احنا اخذنا ان المسافه اللي الار بي سيز تتحمل فيها بالاكسجين هي ربع المسافه الموجوده، فحتى لو في مشاكل في الفنتيليشن وما خلصتش او ما عملتش ساتوريشن في ربع المسافه معاها نص المسافه وتلات ارباع المسافه، فحتى في وجود امراض هيتيح في معاها مساحه اكبر او فرصه اكبر انها برضو تعمل جاز اكستشينج او في حالات الفي كيو ميس ماتش.